سؤال من الأسئلة الشائعة اللي في ناس كتير جدا بتسألها بعد الطلاق. في ناس ما بتعرفش ترجع حياتها زي ما كانت، الدنيا بتبقى بايظة سواء على المستوى العائلي، ولادها، الدنيا كلها بتتغير. الناس دي بتبقى محتاجة مساعدات كتير جدا فكرية وتدخلات نفسية. الناس دي تعمل ايه؟ صح طبعا، لان مرحلة بعد الطلاق او بعد اي انفصال بعد الوفاة كمان دي حاجة اسمها grieving. الgrieving اللي هو الأسى بعد الفقد، ودي تقريبا أقصى مشاعر إنسانية ممكن تموري بيها، دي أوحش مشاعر إنسانية ممكن تموري بيها. ليه؟ لأن العقل بيبقى متلخبط، هو فجأة بقى في مكان تاني خالص، كل روتينه تقريبا اتغير، كل حاجة اتغيرت. فالست مثلا لو هنتكلم عن الست بتبقى تعبانة جدا، بتبقى محتاجة دعم من كل اللي حواليها، محتاجة دعم من أصحابها، ومحتاجة دعم كمان من متخصص عشان تقدر تعدي من المرحلة دي. الراجل بيتغير أكتر ولا الست؟ ده في حياته عموما يعني ما نقدرش نقول حاجه زي تغيير كده. يعني بصفه عامه ما نقدرش نقول مين اكتر، بس الاثنين بيخافوا من التغيير عشان هما الاثنين بني ادمين من جوه قوي بيخافوا من التغيير. طب ايه الاشياء الجميله الايجابيه اللي ممكن تحصل في حياتي بعد التغيير؟ زي ايه ممكن اغيره بس في نفس الوقت ما بيبقاش عندي مراحل تعب زي ما انت قلتي؟ احس بمراحل ان انا في حاجه اتغيرت في حياتي فانا خايفه، بس في مراحل تغيير بتبقى حلوه بحس يعني ساعتها بحاجات ايجابيه، دي بتدفعني ان انا اكمل حياتي بشكل سليم، وان انا اخطو خطوات كتير ممكن اكون انا مش عارفه اخطوها قبل كده. عايز اقولك ان كل تغيير حتى لو حلو قوي هو برضو بيخضنا من جوه. يعني لو حد مثلا عمل عمليه تجميل وبقى شكله احلى بكتير، بتلاقيه برضو مخضوض ان شكله اتغير. يعني هتلاقي كتير قوي هتسمعي ناس ان بعد ما عملت عمليه تجميل شكلي بقى احلى بكتير، بس حاسه ان دي مش انا. فاهمه قصدي؟ فالتغيير بيلخبط بيلخبط اي بني ادم. ازاي نقدر ناخد قرار التغيير؟ بان احنا زي ما قلت لك نعرف نوعى الاول ايه المشكله اللي عندنا، نبتدي نبقى عندنا معلومات اكتر عن التغيير اللي هيحصل لنا في حياتنا، وبعدها نبتدي نعمل بلاننج، يعني نعمل خطه بقى انا هعمل كذا كذا عشان التغيير ده، وبعد الخطه ناخد اكشنز، وبعدها نبتدي نحافظ على الاكشنز دي على قد ما نقدر. مثلا لو دايت مش هنبوظ الدايت، هنبتدي نمشي بطريقه صحيه اكتر، نعمل جيم. بس في التغيير حاجه مهمه قوي بتحصل في الاخر في البروسيس دي اسمها الريلابس، اللي هي الانتكاسه. مش كل حد بيعمل تغيير بيفضل مكمل فيه غصب عنه، بيقع. بس المهم لما يقع ده يعرف هو وقع في انهي مرحله ويرجع تاني يقدر يكمل البروسيس بتاعته بتاعت التغيير. كنا بنتكلم دلوقتي عن منطقه الراحه. في ناس كتير قوي تقول لك ايه اصل انت عمرك ما هتعمل حاجه الا لو طلعت من منطقه الراحه اللي انت فيها دي. احكي لي يعني ايه الكلام ده؟ منطقه الراحه دي اللي هي كومفورت زون، ده العقل كده بيبقى قاعد في المنطقه دي ومخلينا قاعدين فيها عشان نرتاح. زي ما قلت لك بتبقى كل احتياجاتنا اوريدي هو ملبيها وعارف ممشيها ازاي وعامل وايرنج ليها. يعني مثلا انا المفروض ان انا يعني دي اشارات موجوده في المخ فعلا. طب انا عايز اسالك سؤال علمي يمكن بعيد عن الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، هل في ادويه ممكن تغير الاشارات دي او الافكار دي؟ وليه نحتاج ادويه؟ احنا كل حاجه ممكن نعرف نسيطر عليها بنفسنا. لو في ناس ما بتعرفش تسيطر عليها دي حاجه بتاعت الدكتور، انا مش دكتوره، انا نفسيه. بس ده ممكن يغير ممكن يقول لك او الافكار دي نفسها. الدكتور النفسي ممكن يقول لك الموضوع ده، بس هي انا مش شايفه ان الموضوع مستاهل اصلا دكتور. يعني في حاجه اسمها انك تعرفي تعملي التغيير ده واحده واحده. الفكره عشان تقدري تعملي التغيير من غير ما تتعبي تعب جامد قوي انك تعمليه واحده واحده، وتبتدي تلاقي الاحتياج اللي انت بتاخديه من الحاجه اللي بتعمليها دلوقتي في التغيير. فاهمه قصدي؟ يعني مثلا واحد بيشرب سيجاره، في راجلين بيشربوا سيجاره، محمد ومحمود. محمد بيشرب السيجاره علشان الهدف اللي بيتحقق له انه بيحس برجولته. محمود بيشرب السيجاره عشان السيجاره بتحقق له فكره ان هو بيطلع دخان، لا بيطلع طاقته السلبيه بالظبط. فلما تيجي تقول لهم هما الاثنين انتوا هتسيبوا السجاير وهتبطلوها وهتاخدوا بدلها اللبانه، اللبانه دي للاثنين بدل السجاير، هتنفع مع محمود اللي كان بيشرب عشان يطلع طاقته السلبيه اللبانه؟ هتنفع. هتنفع مع التاني اللي هو كان بيشرب عشان يبقى راجل؟ لا طبعا دي لبانه، فمش هتحقق له الاحتياج. فاهمه قصدي؟ طبعا. المهم ان الاحتياج يتحقق وذن التغيير اللي انت بتعمليه، ساعتها مش هيبقى صعب. تاني حاجه انك تتغيري، بتعملي زي مايل ستونز، يعني تقطعي الهدف بتاعك. ما يبقاش انا هخس 100 كيلو في شهر، مش عايز اسمها كده. فقطعي الهدف عشان تقدري على التغيير الكبير اللي انت بتعمليه على مرحله كذا مرحله. طيب النهارده موضوع حلقتنا عن الشيفت كارير. في ناس كتير جدا بتبقى اتعلمت حياتها كلها وما دخلتش الكليه اللي نفسها فيها، او اشتغلت في مجال مش مجالها ولا ده المجال اللي هي بتفضله.
امتى احس ان انا خلاص مش هكمل، يعني مش هقدر اكمل في المكان اللي انا فيه وظيفه ولازم اغير من الوظيفه اللي انا فيها؟ دايما في اي حاجه انت فيها وحاسه ان انت مش احتياجاتك مش ملباه ساعتها بتفكري انك تغيريها. يعني مثلا لو هو اهم حاجه بالنسبه له الانجاز مثلا، والشغلانه بتاعته صغيره مش مخليه يحس بالانجاز، ساعتها هيحتاج انه يغيرها. مثلا في شغلانه تانية اهم حاجه فيها واحد اهم حاجه بالنسبه له في شغلته ان يكون متشاف، يكون تحت الاضواء، شغلته ما بتعملش كده فمش هيقدر. ساعتها ممكن يبتدي يدور ويحاول ويطلع من الكومفورت زون ويقدر يبقى ان هو يعمل حاجه اللي هو بيحبها او عنده شغف ليها.